أما هلأ رح نروح لمحطتنا الختامية والأخيرة من صباحنا غير لليوم، ويمكن حكينا بالبداية أنه كتير من الأشخاص ممكن يتمتعوا بنسبة عالية من الثقة بالنفس، بتتخطى هذا الشيء بيعطيهم فرصة لتخطي الصعاب بحياتهم وتحقيق إنجازات، وبيخليهم دائما تحت الضوء والناس بتعجب فيهم، بتقول هذا شخص واثق من نفسه، هذا الشخص قادر يتخطى المشاكل. ولكن كيف نحن بنقدر كلياتنا نتمتع بهي القدرة؟ هل نحن كلياتنا عنا نفس الثقة بالنفس ونفس الطريقة بالتعبير عن هي الثقة بالنفس؟ إمتى أنا بصير ضعيف نفسيا وماني قدران أعبر عن هذا الموضوع؟ كل هاي الأسئلة رح تجاوبنا عليها ضيفتنا لليوم الأستاذة طبعا بتول الحاجي عمر، اختصاصية بتربية وتعديل السلوك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي شو اللي بيخلي الإنسان يفقد ثقته بنفسه. تمام. هلا قبل ما نحكي عن هذا الموضوع خلينا بس بالبداية نقول شو هي الثقة بالنفس. يعني نعرف الثقة بالنفس، ثقة الإنسان أو الشخص اللي عنده ثقة بنفسه هو الشخص اللي عنده إيمان. إيمان بشو؟ إيمان بقدراته، بقراراته، بمهاراته، وبنفس الوقت هو عنده معرفة كاملة بمواطن الضعف اللي عنده، ولكن هو متقبلة، عنده قبول لها، بيفصح عنها، بل وبيفتخر فيها كمان. فهي الثقة بالنفس. هي الثقة بالنفس ايمتى بتوجد عند الشخص؟ توجد عنده لما بيكون اساسه، خلينا نقول الاساس لها هو التربية صراحة. فاساليب التربوية مع الطفل هي اللي بتخلق شخص اما عنده ثقة بنفسه او لا. من تشجيع مثلا، خلينا نذكر بعض من التشجيع، قبول، حسس الطفل انه هو محبوب، مقبول، رأيه له أهمية. بالنسبة لي نقطة مهمة جدا كثير بالتربية نحن بنغفل عنها هي السخرية. سخرية منه أمام الغير أو هي بهدف، بشكل دائم من باب المزاح، وهي لا بتأثر على هي النفس بشكل كبير. صحيح. فبتلاقي الطفل شوي 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 بيصير عنده خجل، الخجل اللي بيتحول بعدين لثقة بالنفس شبه معدومة عند الطفل. طب شو بيخلي الإنسان يكون واثق من نفسه ويفقد ثقته بنفسه؟ يعني بمرحلة من المراحل بتقولي ما عاد واثق من نفسه، بتحسي في عنده هي المشاكل؟ تمام. هلا طالما قلنا انه اساس الثقه بالنفس هو التربيه، فاذا اذا انغرست من التربيه صارت من ضمن الشخصيه. يعني الشخص اللي عنده ثقه بنفسه عنده ثقه بنفسه بكل المواقف، ولكن هي الشغلات اللي نحن بنشعر فيها انه انا ما عاد عندي ثقه بنفسي، هي فتره الاحباط. او ممكن فترات اللي انا بشعر فيها اني فشلت، هي بتعطيني نوع ان انا ما بقى بدي شيء، بصير بوحي للناس ان انا ما عاد عندي ثقه بنفسي، وانما الثقه بالنفس موجوده لانه هي بالاساس اكتسبها الانسان من طفولته. وهون كان بدي اسالك، نحن دائما بنحاول نميز بين الصفات اللي هي موجوده اساسا بشخصيه الانسان منذ الطفوله والصفات المكتسبه اللي ممكن ياخذها بعدين بالكبر، او خليني اقول حالات سلوكيه طارئه. تمام. تدخل على شخص بنقول هذا شخص اجتماعي، لكن لسبب معين صار معه مشكله، بلش يحس باكتئاب او بعزله. هون الثقه بالنفس هي شعور يبدا مع الطفل وله علاقه بالتربيه مثل ما قلتي. طيب انا اذا صار عندي خطا بالتربيه والطفل هو صغير، هل ما خلص ما عاد انا بقدر بقى اغير هذا الشيء؟ قد ايه بدي فتره وقد ايه بدي طريقه تعامل؟ شو السلوكيات، شو خليني اقول استراتيجيات اللي تتبع مع الشخص لحتى يقدر يرجع يبني هاي الثقه بنفسه؟ تماما. هلا اذا كانت هذا الامر الاهل انتبهوا عليه بمرحله متقدمه، يعني اذا كان قبل 9 سنوات، هون بقدر انا بتعديل السلوك واتدخل بتمارين، بامور بتعزيز الثقه بالنفس، تمارين معينه بقدر. ولكن اذا تخطى مرحله الطفوله وصار او خلينا نقول الاوضح هو انه تخطى المراهقه، اذا دخل بالنضج صار شخص ناضج، انا هون ما عاد فيني اني اثر بشخصيته. شو اللي بقدر اعمله؟ جلسات الارشاد له. بيحتاج لمرشد يقعد معه، تمارين معينة تعزز له ثقته بنفسه. وبالنسبة لنقطة أنه الثقة بنفسها هي مكتسبة أو هي وراثية، فهون خلينا نقول أنه هي شوي هيك وشوي هيك.
صحيح يعني. لانه احيانا بنشوف بنفس البيت يعني هي هيك او هيك، لانه نشوف بنفس البيت شخص ممكن يكون واثق من نفسه قوي جدا مع انه عايش بنفس البيئه، وبنشوف لا شخص خجول انطوائي ما بيحب يعني مع انه عايشين بنفس البيت بنفس البيئه بنفس الاهل ونفس تربيه الاهل والسلوك نفسه. تماما. هون شو بيكون صار عندنا؟ التربيه بالعموم انا بتخلع عندي شخص بالغ عنده ثلاث امور، عنده الاخلاق، عنده القيم الشخصيه، عنده العادات الاجتماعيه، هي بتكون شخصية الإنسان. فهون أنا شو زرعت بالتربية بحصد. فبيكون أنا رب العالمين بالفطرة خلق كل الناس أقوياء. تلاقي طفل صغير عمره سنتين بيطلع على منبر بيحكي قدام 50 أو 60 أو 100 شخص بكل ثقة وبكل قوة. تمام. فهذا بيقول لي أنه هي بيخلق الإنسان وهو قوي وعنده ثقة بنفسه. بس ليش قلنا أنه التربية إلى دور؟ إلى دور لأنه هي اللي بتلعب مثل ما تفضلتي، يا أما بتعزز هي الثقة يا أما بتحول هي الثقة لتهز الثقة وما عاد بيكون في ثقة عند اللي هي. أكيد. طيب الثقة هي شيء كتير مهم بالعموم عند الأشخاص، مثل ما قلنا بالمقدمة للقائنا لليوم، الشخص الواثق من نفسه بيكون محط أعجاب الآخرين، يعني بيقولوا يا ريت أنا بقدر أعمل مثل ما هو بيعمل، يا ريت عندي هاي الجرأة بإني أوقف وأحكي مثله. شو الآليات اللي ممكن تتبع الأم مع طفلها لحتى تخليه عنده ثقة بنفسه ولكن دون ما أن يتحول هذا أو يتشوه هذا الشعور ويروح الغرور، مشاكل طبعا. أخرى، حب الذات، الأنانية، فخلينا نحكي طبعا. شوي هلا خلينا نحكي شوي صغيرة بس كيف الأم من الطفولة، وبعدين نحكي كيف أنا بقدر الشخص البالغ اللي هو حاسس بضعف بثقته بنفسه كيف بيقدر، شو استراتيجياته أو الأمور اللي هو بيساعد فيها نفسه لحتى يعزز ثقته بنفسه. الأم أهم شيء مثل ما كنا عم نحكي من شوي القبول. أهم شيء نحسس الطفل أنه هو محبوب مقبول بكل الظروف وبكل أفعاله. تمام. وابتعد عن الحب المشروط. مو أنا بحبك إذا أنت عم تعمل أسنانك، رتبت تختك، درست، أنا بحبك، ما عملت هالأمور أنا ما عاد أحبك. فشعور عدم القبول هو احتياج أساسي، أنا دائما لازم لبي الاحتياجات الأساسية عند الطفل وما أتغافل عن ولا حدا شيء ولا شيء فيها. فإذا تغافلت عن أي شيء زعزعت هون أنا، خليت بالتربية عند الطفل بس راح احتياج من احتياجات الطفل، بيؤدي هذا الشيء لا ما بدنا نقول تدمير وإنما تصير شخصية مهزوزة. فأهم شيء القبول لأنه هو احتياج أساسي. ثاني شيء التشجيع، يعني كلمات التشجيع دائما الفخر، انا احسس ابني اني انا فخوره فيه، قل له كلمه ان انا فخوره فيك، شجعه على مثلا هو عنده حسيت انه عنده مهاره معينه موهبه معينه نميها. تمام. اخذه على نوادي رسم مثلا، اي شيء هو بحبه، سباحه، هي الامور كثير بتعزز ثقه الطفل بنفسه. اما الشخص البالغ الكبير كيف بيقدر هو يساعد نفسه لحتى يكون عنده ثقه بنفسه؟ اول شيء التمارين الرياضية، الحركة البدنية، التغذية الصحية السليمة، هي نقطة الأساس بالثقة بالنفس. ثاني شيء بحس أنا نقطة كتير مهمة واللي هي الابتعاد تماما على الانتقاد. أنا خلص صرت بالغ، صرت كبير، فأنا هون أنا اللي بدي أثر على الآخرين اللي يشوفوني عندي ثقة بنفسي أم لا. فالانتقاد لازم أبعد عنه، مو بس للآخرين، مو بس انتقد شخص الآخر وإنما أيضا لذاتي. فكثير أحيان أنا في ناس بتلاقي شخصيتها أنه تقعد مع حدا بدها تجرح بالكلام، بدها تنتقد كل شيء فيه، لبسه، كلامه، بتحس يعني بالإنجاز أو بالفخر، أنا بعد ما عملت هيك أنا كثير مبسوط ومفتخر بحالي. فسدت هون هي النقص خلينا نقول اللي داخلها بسبب عدم ثقتها بنفسها، فبدها تحسس الناس الآخرين كمان أنه أنتم مثلي، عندكم مشاكل. تمام تمام. فهيك بتحس بالإنجاز وبتلاقيه كتير مبسوطة، انت جرحتي كسرتي بخاطر عادي معلش. هيك يعني هي بتكون طبع خلينا نقول. والبعد كمان عن الانتقاد الذات، تجريح الذات من الداخل، يعني بيني وبين حالي أنا يمكن ما حسستك أو ما بحسسك أني أنا عندي شيء بدي أقوله لذاتي، بس أنا من داخلي أنا فاشل، أنا ما بعرف، أنا ماني قادر، ما تعمل هالخطوة لأنك ما تقدر أنك تنجح فيها. فهي الأمور كتير كتير بتأثر على ثقتك بنفسك، قد ما كان عندك مهارات،
مواهب ما رح تقدري تظهريها للآخرين طالما من داخلك ما أنا ظاهرة. يمكن جوهر الكلام اللي حكيناه اليوم قديش فعلا هي التربية بتلعب دور ببناء الشخصية والثقة بالنفس، وهذا مسؤولية الأهل. قد أنا ما بقدر ربي ابني وأعطيه من الحب وفعلا أمنحه كل مثل ما قلتي هذا القبول بينتج عندي طفل سليم واثق من نفسه. بدنا نشكرك ست بتول حاجي عمر أخصائية تربوية وتعديل سلوك على وجودك معنا، أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم. شكرا لك ولكل النصائح اللي قدمتي لنا إياها اليوم. شكرا كثير.